مين بيحب النوتيلا؟ رح نعمل كوكيز النوتيلا بثلاث مكونات فقط. ما تنسوا تشتركوا بالقناة أول هون هون هيها هون شوف ليه كيف نازل ياكل هذا الغداء تبعه. وزوزو بيحكي لكم هاي، لسه زوزو ما بياكل، مبارح طبق 5 أشهر، ب9/2 صار 5 أشهر. مين بيحب النوتيلا يكتب لنا تحت. ويلا نبلش، كثير سهلة هاي الوصفة، انتوا اعطيتوني اياها على الانستغرام وجربناها وحبيناها، ما في اسهل منها. المكونات تعالوا نشوفها يلا. رح نحتاج نوتيلا 180 جرام، طحين 150 جرام، بيضة. عشان نصفي الطحين فرح نحتاج هاي، ونخلط البيضة مع النوتيلا. يلا نبلش. أول إشي بنحط النوتيلا، بيضة، بنحط الطحين بالمصفاي ونخلطهم. هلا بايدنا بنصير نعملها عشان بس نعجنها كمان. شوفوا كيف صارت زي العجينه، بس ما تاكلوها لانه فيها بيضه نيه، لازم نطبخها. ايها شوفوا كيف صارت. وهلا بنحطهم بالثلاجه ل20 دقيقه. هلا ايش بنعمل؟ بنعملهم دوائر صغيره، ليث رح يعمل لحاله، انا رح اعملهم اورجيكم كيف الطريقه تنعمل، وانتم تقدروا تعملوا زي ما بدكم. انا عم بشتغل بايد واحده فعم بعملها زي المنسف بس تقدروا بايدتين، هي اسهل. هي رح احاول، هيو بتعملوها هيك وبتحطوها، يا اذا ما عندكم تبعت الكوكيز هاي تبعت الكوكيز، او في ورقه خصوصي الزبده بتعصوا بالنص هيك. ليه؟ عشان تحطوا فيها نوتيلا من جوا اذا بدكم. هلا بورجيكم كيف بس تخلص. هاي فرح، بدك تعملي معنا كوكيز؟ فرح هلا اجت من المدرسه. بدك تاكلها؟ هلا بنحطهم بالفرن من 8 ل 10 دقائق تقريبا على 180 درجة حرارة 180. اس اس يا ماما صغر الاذلال دينا فاصل لزوزو ونعود باقي دقيقتين للكوكيز. وهلا نتركهم شوية ليبردوا تقريبا 10 دقائق. احنا ما تركناهم كتير بالثلاجة صراحة، لازم كان نغطيهم ونتركهم 20 دقيقة، بس لأنه ليث مستعجل طبعا. بس هيهم هيك يعني عاديين، بس بيكونوا قوامهم أحسن. هلا رح تشوفوا إنه شوي هم طراية، يعني مش لازم يجمدوا جوا الفرن. طراية شكلهم من جوا. هلا بدي احط نوتيلا عليهم، بجيب كيس، انا ما عندي اشياء الحلويات اللي بنعمل فيها هيك، بس خلص رح اختصر، بحط فيه معلقه نوتيلا او قد ما انتم بدكم، بحط كمان وحده للحاجه، النوتيلا دائما مهمه. انا بعد سكر الحمل النوتيلا صارت تقعد عندي اسبوع مش الاولاد ياكلوها انا اكلها، مش تحكوا لهم. هلا هاي الوصفة بتعمل تقريبا من 15 ل 18 حبة، يعني حسب قد ايه كبار. وهلا بس باجي بقصها وبس بحط. ما تنسوا تشتركوا بالقناة، بس عليكم تضغطوا على هاي الدائرة. منحبكم كثير، انا ماما سيما، فرح، ليث، وبيبي زيد.